جانت شارت بتاعتي ان انا ابتديت في جانيوري اخد اي بي ار ابروفلز مع بروبوزال برزنتيشن، ودي اخذت مني جانيوري وفبراير. بعدين ابتديت اشكل البروجكت تيم في الشهر بتاع فبراير ومارش. بلان اوف ذا بروجكت واز بريزنتد in February and March. وبعدين ابتديت أوزع needs assessment على students in the form of a questionnaire أو survey. ده تم في April و May. وابتديت بعد كده أجمع الداتا. المرحلة بتاعت الداتا collection دي أخدت مني جون وجولاي، ومفروض أنا دلوقتي في الفيز بتاعت الداتا analysis والformulation of results. المفروض الفترة الجاية بعد ما أخلص الداتا analysis والformulation of results أبتدي أن أنا أحضر البوستر presentation. Lessons learned من البروجكت إن planning مهمة قوي قبل ما نبتدي في الابليكيشن، لان انا كانت البلان بتاعتي حاجه تانية خالص ما كانتش ابليكابل قوي، فابتديت اغير البلان بتاعتي. تاني حاجه ان الهايبريد ليرنينج ده مهم قوي as a part of the modern educational system. اي اوبستكلز بنقابلها ان شاء الله بيبقى ليها حل بالقرايه وبالمانيبيليشن اوف ذا of the plan. You have to read a lot before the application. The changes اللي حصلت عندي في البروجكت ان انا حصل لي timeline extension، وده كان due to ان students كانوا دايما engaged في study commitments، ما عرفتش اجمعهم في وقت اللي انا كنت planning ان انا اعمله. وال conduction of needs assessment دي كانت حاجة مش planned من الاول، بس بعد كده لقيتها mandatory علشان نقدر ناخد اكبر عدد من ال survey analysis، يعني لان ان هما they really do need the project ان هو يساعدهم في الـ educational plan بتاعته. Thank you.